شو منعمل؟ خليط النحل ولا منعمل كيك؟ خلينا نعمل اليوم الاثنين سوا تحت اسم البابلي كيك. نسيت لكم هاي للكل، كيفكن اليوم؟ بتمنى تكونوا بخير. اليوم الفيديو كتير لذيذ وكتير فكرة غريبة وولادكن كتير حتنبسط فيها. خلونا نشوف الفيديو للأخير. نحن بحاجة لثلاث بيض بحرارة الغرفة. طبعا مش رح سكركن بملعقة صغيرة من الخل كرمال الزنخة، منضيف ملعقة كبيرة من الفانيلا، ونص كوب من السكر العادي. بنخفقن كتير منيح، بنضيف فوق منن نص كوب من حليب البودرة. هيدي الوصفة اقتصادية وما بدها شغل كتير، وفيكم تخلوا الولاد هي اللي تعملها. بنخفقها كتير منيح، تنضيف فوق منه نص كوب من الزيت على شوية مكعب زبدة. إذا مش متوفر الزبدة مش مشكلة، بس منحط الزيت. مش رح ذكركن بضغط على زر الاشتراك إذا أول مرة بتشوفوا فيديو لإلي. بده يكون عنا القوام سائل شوي بهالشكل هيدا. هلا بده يتحول من خليط لعجينة، هو بسبب الكوبين وربع من الطحين على ملعقة صغيرة من البيكنج باودر المنخولين، ومنصير عم نعجنه نعجن. حتطلع معنا العجينة لينة، ما بدنا اياها سميكة ابدا، حتطلع معنا بهالشكل هيدا. بدها تلم معنا بس هي لينة وبتلزق شوي. فنحن هون بنقسم العجينة لقسمين، تاني قسم بنحط له ملعقتين كبار من الكاكاو الخام. إذا حسيتوا إنه العجينة شوي شدت وصارت ناشفة، فيكم تزيدوا لها ملعقتين من الزيت. بهالوقت نحن بنكون محميين الفرن على 180 درجة. هون لعبة الولاد، بنخليهم يكورون كرة على شوكولا، كرة على فانيلا. من الفرن بدأ بالفرن تقريبا 20 دقيقة أو 25 دقيقة. شديت علي بالشوي من تحت، بس هيدا الشي ما أثر أبدا. فيكن تقطعوه قطع وفيكن تاكلوه بولات بولات. أما بالنسبة لصوص الشوكولا، أنا استعملت من عندي من البيت نسلة وكاكاو. قلتلكن منا مكلفة ومنا صعبة، بحاول قدر الإمكان يكون الحلو مش مكلف أبدا على ست البيت. وصحة ومية هنا. ورح قلكن سر انه الفيديو الجاي حيكون عن، صراحة ما بعرف، اكتبولي تحت بالكومنت شو بتحبوا نعمل الفيديو الجاي لنعمله سوا. انا ايمان بحبكن كتير كتير كتير، وبشوفكن بالفيديو الجاي. باي باي.